خلال الأسبوع الثالث من برنامج إثمار تم عقد ثلاث ورش تدريبية مهمة من خلال برنامج الظل الوظيفي. تتحدث هذه الورش عن العلاقات الإعلامية وعن التصوير بالهاتف المتحرك والتغطيات الإعلامية، وكذلك عن كيفية التعامل مع الشخصيات المهمة، فلنفرض خلال المنتدى أو إكسبوجر كيف يمكن لهؤلاء الأطفال التعامل مع هذه الشخصيات والتعلم منهم. هدفنا أن نحن نعلم الأطفال من برنامج إثمار كيف أنهم يكونون ملمين بشكل كامل بالمهارات الإعلامية ومهارات استخدام الهاتف في فلنفرض التغطيات الصحفية وتغطيات الصحافة بشكل عام، أو كيفية إنشاء وصنع العلاقات الإعلامية، وكيف يمكن لهؤلاء الأطفال في المستقبل استخدام هذه المهارات وصقلها خلال فترة العمل.